سوف ستجدون في القسم الذي سوف تحلفونه إشارة نصية إلى المحافظة على تقاليد المحاماة. السؤال ده يطرح أسئلة، ما هي تقاليد المحاماة؟ وهل للمحاماة تقاليد تختلف عن تقاليد المهن الأخرى؟ وهل للمحاماة تقاليد تختلف حتى عن الأعمال التي يباشرها خريجو وخريجات الحقوق غير أعمال المحاماة؟ فإذا كان هذا صحيحا، وهو صحيح أن للمحاماة تقاليد، يبقى السؤال الأم، ما هي هذه التقاليد؟ الشرف؟ نعم. الأمانة؟ نعم. الاستقلال؟ نعم. الحفاظ على سر المهنة؟ نعم. ولكن أعظم ما في هذه التقاليد أن المحامي منذ أن يتسلم نفسه، وسوف تتسلمون أنفسكم بعد حلف اليمين، يصير مسؤولا أولا وأخيرا عن نفسه وعن نموه وعن تعليم نفسه وعن تثقيف نفسه وعن زيادة أدبه وتكريس الاستقامة في سلوكياته وعن المحافظة على النمو الدائم في عالم المحاماة. نعم، المحامي يخرج خارج السر إذا ما تأخر يوما عن تأديب نفسه، أو تأخر يوما عن هذا الإنماء والنمو الواجب. هذا النمو ليس كلمة تقال. احنا بنشوف ناس حتى في عالم كرة القدم، تلاقوا لاعب صاحب موهبة يحافظ عليها فيستمر وينمو ويصير صاحب نجومية، ونرى لاعب كرة قدم صاحب موهبة ولكنه لا يحافظ على تقاليد هذه الموهبة وينحرف في سلوكياته فيكون عمره في الملاعب قصير. أمامكم في الموسيقى في مصر سيد درويش ومحمد عبد الوهاب، كلاهما صاحب موهبة لا شك فيه، ويقال إن موهبة سيد درويش كانت أعمق، وعبد الوهاب نفسه يعترف بأن سيد درويش أستاذه، ولكن موهبة سيد درويش ضاعت مع تبديده لحياته بشرب الكوكايين والمخلقات، فمات وما كاد يتجاوز 30 إلا بعام أو عامين، فانطفأت هذه الشعلة العظيمة، انطفأت وتوقف ما كان ينتجه سيد درويش. الفارق أن محمد عبد الوهاب احترم موهبته واحترم وجوب المحافظة عليها، وهذه المحافظة لا تتأتى إلا بالتزام بتقاليد وبسلوكيات ترعى هذه الموهبة وترعى أدب هذه الموهبة وترعى تثقيف وتدريب هذه الموهبة. فعاش عبد الوهاب
ينتج ويفرز قرابة 100 عام. هكذا الأساتذة المحاميات والمحامين، هكذا هي المحاماة، فيها من ينطفئ نجمه سريعا ويذهب في زوايا النسيان، ومنها من يبرع وينمو ويحفر صفحات ليس فقط في تاريخ المحاماة بل وفي تاريخ الوطن. أنت من اليوم وأنت من اليوم كل واحد فيكم مسؤول عن نفسه. احنا كنا في الأسرة، الأسرة بتربينا، من اليوم نحن مسؤولون عن تربية أنفسنا. حدش يستغرب من دي، لا، الإنسان إلى أن يفارق الدنيا يربي نفسه، يؤدب نفسه. ليه؟ لأنه صار مسؤولا عن نفسه، وهذه المسؤولية والنمو الذي يجب أن يضعه نصب عينيه تلزمه بأن ينمي أدبه وأن ينمي ثقافته وأن ينمي خبرته وأن ينمي علمه عشان يكبر. إحنا امبارح كانوا بيعلمونا في كلية الحقوق وفي المدارس الثانوية والمدارس الإعدادية وفي كليات أصول الدين، ولكن من اليوم صارت المحامية وصار المحامي مسؤول عن تعليم نفسه وعن زيادة خبرته وعن تثقيف نفسه. ليه أنا حذفت فترة التمرين؟ لأنه الواقع المر اللي أنا يعني شايف إن إحنا بنعاني منه إنه التمرين في المحاماة لا يسير في النحو الذي نرتجيه، ونتمنى أن نصل إلى ما نرتجيه. كان على أيامنا محامي الأستاذ والأجيال السابقة حريصة على إنماء وزيادة علم وثقافة وخبرة المتدرب لديهم. النهاردة الصورة الطيبة دي توارت أو تكاد تتوارى، فهذا بيعمق أكتر مسؤولية المحامية والمحامي عن إن هو يزيد خبرته. ما تستناش من حد يعلمك، ما حدش هيعلمك، انت اللي هتعلمي نفسك وانت اللي هتعلم نفسك، انت اللي هتزودي خبرتك وانت اللي هتزود خبرتك. هذه مسألة تقتضيك وتقتضيكي. فنجلة العين، لازم العيون تبقى مفنجلة عشان تشوف، ومع العيون لازم تبقى العقول صحية متيقظة عشان تتأمل وتفهم وتعي وتعتبر وتتعظ وتقبل على القراءة التي ليس لها حدود. في الدين اقرأ، في الدين الذي لا تنتمي إليه اقرأ، في الفلسفة اقرأ، في المنطق اقرأ، في الفلك اقرأ، في العلوم الطبية المتصلة بالطب الشرعي اقرأ، في الأدب اقرأ، في كتب الأديان اقرأ، وبداهة في القانون اقرأ، لأنه اللي احنا درسناه في الكلية جزء بسيط جدا، مجرد تمهيد يعلم الخريج والخريجة كيف يشق طريقه في اكتساب العلم القانوني الواسع. العلم القانوني بحور لا شطآن له. اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. سيبنا بقى من طالب المال هو وشأنه، إنما طالب العلم طامع لا يشبع، ويجب أن يكون كذلك. أنا مثلا ترجمت كتب وعلمتني الترجمة إن أنا ما استسهلش
إن أنا أتلقى الكلمة، أتلقى ترجمة الكلمة. يعني لو أنا مثلا في كلمة صعصت عليا فوطيت على الأستاذ يحيى قلت له الكلمة دي معناها إيه وقال لي، ممكن زي ما جاءتني يسيرة سهلة هتتبخر سريعا. إنما لما أفتح القاموس ودعبس أولا على ما حوصل للكلمة هيكون مريت على يمكن 20-30 كلمة، فزادت معرفي. ولما تعبت أنا فيها ساعة ما هعرفها هتتحفر، وما يحفر لا ينسى. فمن النهاردة أنتوا بقيتوا مسؤولين مسؤولية حقيقية، صرت مسؤول عن دخلك، صرت مسؤولا وصرت مسؤولة عن إعاشة نفسك ونفسك وعن إعاشة الأسرة الذي تنتمي إليكم. ستصيرون أصحاب مسؤوليات، وهذا يقتضي أن تنجحوا نجاحا حقيقيا في المحاماة. السؤال اللي دايما يشغل أي حد بيتأمل، ليه عدد الأكفاء أقل من عدد الدهماء أو أقل من عدد الأوساط؟ الأوساط اللي هم يعني نص نص، لأن الأكفاء دول والأفزاز حصد شوق زائد وإصرار زائد على جني العلم والخبرة والمعرفة مقرونة بالسلوك. أنتوا هتخشوا في عالم هتجدوا فيه الانحراف يكاد يكون قانونا، هتتعامل مع محضر الانحراف أصلي في تعامل، هتتعاملون مع كتبة الانحراف والعيون المفنجلة على أخذ الإكراميات أو ما يسمى الرشاوة موجودا. بل وستجدون في المحاماة من لا يلتزمون بأدب المحاماة ولا بشرف المحاماة ولا بأمانة المحاماة ولا بكرامة المحاماة ولا برجولة المحاماة. والرجولة معنى العام يشمل الإناث والذكور، هذا تعبير مش تعبير تفرقة، لا، الرجولة قيمة، الرجولة معنى. حفظ الكلمة، أن يحفظ المحامي وتحفظ المحامية كلمتهم، دي حاجة ناس بتستهونها، ناس بتستهونها، في حين إن الناس ممكن تموت ولا تنكل بكلمة أعطتها، بوعد أعطته. هتلاقوا من الناكلين كثيرون، وحتلاقوا ممن فارقوا الأدب كثيرون، وفارقوا الشرف كثيرون، وفارقوا الأمانة كثيرون. هذا بيعمق مسؤولية كل واحد منا عن نفسه، صار هو المسؤول مش الأول بس، المسؤول الوحيد عن نفسه، لا مسؤولية عنه إلا هو وإلا هي. ولو احنا حطينا جدول عشان برضو ما ابقاش بتكلم معاكم في المطلق، لازم تصاحبكم في الحياة في المحاماة الأشواق إلى المعرفة والعلم، هذه الأشواق سوف تدفعكم إلى نشدان المعرفة والعلم في كل سبيل، حتى من أبسط الناس. أنا تعلمت الرضا من رجل بسيط كان عمدة يكاد يقرأ ويكتب اللي هي بالقدر اللي يستطيع به أن يدخل العمودية، كان صاحب أرض في الشرقية مركز مشتول السوق أو قرية مشتول السوق تابعة للمحافظات الشرقية منيا الآن،
وكان جاره في الأرض واحد يبقى مستشار، وعمه مستشار كبير جدا صاحب صيت في القضاء وفي مصر. قامت منازعة حول حقوق الارتفاق بين الأرضين المتجاورين، ووصلت إلى القضاء، وتحدد يوم لإجراء المعاينة والفصل. هل ما يدعيه المستشار من أنه ما فيش مسا تسقي صحيح أم باطل، وهو بيدعي أنها موجودة؟ وإذ بالسيد المستشار يقبل على نفسه، فصارت وصمة في جبينه أبد الدهر أن روح يكذب ويدعي أن العمدة طلع الساعة 2 بالليل ليلة مجيء الغفير وحفر وشال الايه البربخ على كتفه وراح بعد بيه. هذه قصة لا يعقلها طفل غرير، ان في عمدة في بلده هيتصرف بهذا الشكل. فاتهموا العمدة بالسرقة، انه سرق البربخ. ورى الأستاذ المستشار تحرك ثقيل يباشر فيه دلاله ومكانته لدى زملائه ومرؤوسيه، فحكم على هذا الرجل بالحبس 2 سنين من محكمة أول درجة. استأنف، ولكن الاستئناف لا يجوز قبوله ويسقط إلا إذا كان ينفذ. والمأزق أن الحضور أمام المحكمة وجوبي، يعني لابد وأن يذهب إلى الجلسة. فإذا لم توقف المحكمة الاستئنافية تنفيذ الحكم، هيطلع من المحكمة على السجن العمدة. فاخترني عشان أدافع عنه. كان الهم الثقيل خصومة المستشار، وكيف أستطيع أن أنا أنتزع من المحكمة الاستئنافية مع حاجة الاستئناف للاستيفاء إعمالا لحق الدفاع ووصولا إلى الحقيقة، حتى اقتضي أجل ثم أجل ثم أجل. طب ماذا لو أنا وقفت قدام المحكمة ومهما أعطيت من بيان ومن حجة والمحكمة رفضت إيقاف التنفيذ؟ العمدة هيتحبس، والبلد كلها هتتفرج على العمدة بتاعها محبوس. ده بقى الدرس اللي عاوز يوصل لكم. أنا كنت مهزوز أكتر من العمدة، وإذ بالعمدة ده عنده رضا وتسليم، هو رامي أحمله على الله فعنده رضا. الرضا ده بث فيه طمأنينة زي اللي بثها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أبي بكر في الغار: ما ظنك إيه باثنين الله ثالثهما؟ مش كده؟ فرايح جاي أنا مع العمدة ده، هو اللي بقى يفرخ روعي ويهدئني، فأنا أحبيت هذا الرجل. طبعا عشان ألبي أشواقهم من المحكمة الاستئنافية رغم التوصيات الشديدة التي يباشرها خصمه متسلحا بمكانته القضائية وفي وزارة العدل. المحكمة الاستئنافية أوقفت التنفيذ وظلت الدعوة تنظر لعدة جلسات، وصرت أصاحب هذا العمدة فأحببته واحترمته وتعلمت منه الكثير. مطرح ما تمشي هتلاقوا أمثلة ودروس. قد يكون صاحب الدرس رجل بسيط جدا أو رجل جاهل، وده بقى الشوق إلى المعرفة اللي بيخلي الواحد يدور على المعرفة في مظانها في أي سبيل عشان يكبر. أنا على فكرة بكلمكم من قلبي، مش بقول كلام رص، أنا بنقل إليكم حصاد خبرة. أنا عمري 82 سنة وبقالي 61 سنة في المحاماة،
أنا مش حكاية إن أنا ألفت 106 كتاب، لا، أنا عشت حياة عريضة، وعلى فكرة حوربت حروبا لا يتخيلها أحد، ولكني لم أحد عن مبادئي قط. لا أدعي أنني لا أخطئ، الخطأ مفترض، الخطأ مفترض، وخير الخطائين التوابون، ولكني فيما أنشد أحافظ أولا على القيم والمبادئ، لأن النصر بلا مبدأ وبلا قيمة لا قيمة ولا معنى له، وأجتهد للوصول إلى الصواب، وحسبنا هذا، لا نخل ولا نخرج عن تقاليد المحاماة، الشرف والأمانة والاستقامة والمحافظة على سر المهنة وزيادة المعارف والمعلومات القانونية وغير القانونية وزيادة الدربة والمران لتعميق الملكات وتنمية القدرة على الأداء في عالم المحاماة. الأداء ده هو الثمرة الأخيرة التي ينصب فيها كل هذا، كل هذا هو اللي هيطبع أداء المحامية والمحامي بقيمة أو بلا قيمة. إذا كانت الدماغ اتملى والسلوك مستقيم هتلاقوا الأداء سلس جدا وطالع لوحده، وهتلاقوا العالم كله بيحترمه. سيد المسيح له كلمة تعجبني: لن تربح شيئا إذا كسبت كل شيء وخسرت نفسك. مش كده؟ اوعوا تخسروا أنفسكم. أنا بقول لكم هذا الكلام وأتمنى أن ألتقي وإياكم أكثر من لقاء، وأتمنى أن أنقل لكم ولكل الأجيال ما نجحتم في حصده من الخبرات والعلوم والمعارف، وأدعو الله أن تبدأوا من يومكم هذا عهدا جديدا مليئا بالرضا وبالنجاح والفلاح. أرجو أن نقسم اليمين وقوفا، وأرجو أن تشعروا بمعاني الكلمات، مش ترديد كترديد بالإبغاء، لا، أن تشعروا في داخلكم بمعنى معنى كلمات القسم الذي سوف تحلفونه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. صادق التهاني.